من الآخر جاسر مصطفى وجي توكس و2021. تخيل معي الرقم اللي عم بحكيه. لا تخيل مني 2021. هلا يا معلم في هذا الفيديو انا راح اسكب السواد الاعظم اللي صار في 2020. راح احط لك شويه اهداف لإلي انا، اهدافي في 2021 ان شاء الله انها تكون هيك السبب الهام شوي بسيط او تفيد شويه ناس ممكن يستفيدوا انه اتليست مثلا كيف يحط شويه اهداف له في السواد او السنه المنيله ب 60 ميله ان شاء الله اللي جاي على الطريق. ان شاء الله ما تكون منيله ب 60 ميله. المهم قبل ما احكي لك هذا الحكي بدي احكي لك انه انت شو مكان الظروف او السيركمستنسز اللي حواليك لا تخليها توقف بينك وبين انك انت تحط اهدافك للسنه الجديده. هلا بدك تعملهم ولا بدك تعملهم هذا موضوع ثاني بنتفق عليه بعدين، بس لا تخلي شيء يوقف بينك وبين انك انت تحط اهدافك. اتفقنا؟ اتفقنا. ليتس جو. الهدف الاول في 2021 وانا اساسا بلبس حالي فيه من 2020 ان انا اخلص دوره اسمها ريكس، لجهه اسمها ريكس او RICS، مطلوبه عندنا في الفيلد تبعي بشكل كثير كبير، سبيشالي في قطر صارت مطلوبه. فانا بلبس حالي فيها اصلا من 2020 وان شاء الله بحاول ان انا اخلصها بال 2021 بالفتره بين فبراير ومارش. حتى اقدر احصل على شهاده اسمها بن مانجمنت مقدمه من الجهه اللي اسمها RICS او ريكس احتياز. الهدف الثاني 2021 برضو انا اساسا بلبس حالي فيه من 2020، ما هي سنة بانديميك يعني الموضوع منتهي جائحه فنجتاح. الماستر اللي انا عم بدرسه في جامعه قطر اخلص منه كمان فصلين، وهدول الفصلين اخلص فيهم 7 مواد أو 6 مواد يعني حسب ما بقدر. وهدول ال7 مواد أو 6 مواد خلينا نشطح للسما، 5 منهم نجيب فيهم A وتنتين منهم نجيب فيهم B بلس. قد ما حركت ايدي الساعة بتقول لي انه الورك اوت ديتكتد ومش عارف شو ماله هذا، حارق انا 51 كالوريز بحركة ايدي. والله انا زلمة يعني الورك اوت ما عندي فيه رحمة. نروح للهدف الثالث من 2021. الهدف الثالث برضه شوي متعلق في جامعة قطر وشوي في الشغل، انه نأسس نادي، هذا النادي يكون متخصص في مجال البيم بيلدينج انفورميشن موديلنج، ونسميه ممكن كيو يو داش بيم او بيم داش كيو يو وات ايفر، اللي هي قطر يونيفرستي داش بيم كلب، ويكون يعرف في مجال البيم وموجه لطلبه الهندسه ممكن او اي حدا ممكن يكون انترستد في هذا المجال. اذا ربنا وفقنا ان شاء الله وقدرنا نأسس هذا النادي فتكون عمليه التأسيس والانطلاقه بين 10 جانوري اللي هو بدايه الفصل لغايه 10 جون. نقدر نأسسه ونمشي في كل البروسيجرز المطلوبة من جامعة قطر وإلى آخره، وبعدين نتفاهم شو بدنا نعمل فيه أنشطة. هلا الهدف الرابع من 2021 لأنه خلصنا قصص الجامعة، شوي نروح على هدف أكاديمي براكتيكال زي اللي بدك إياه، إنه ننشر تو كونفرنس بيبرز أو تو بيبرز عن موضوع البيم إن شاء الله في سنة 2021. الأولى راح تكون أكيد في النص الأول 2021، الثانية راح تكون أكيد في النص الثاني من 2021، يعني شو الفلسفة اللي قاعد تحكي فيها؟ ونروح بعديه دايركت للهدف الخامس بهاي السنة الجديدة. الهدف الخامس في 2021 متعلق صراحة بالحيط اللي بكون وراي لما بكون بعمل الفيديو تبعي في البيت في الاستوديو اللي أنا مصور فيه، بكون في وراي وول، هذا الوول فيه أنا معلق عليه لوحات A1 لمخططات، فوق اللوحة A1 أنا معلق عليه كمان شهاداتي. او الشهادات اللي بتهمني يعني. هلا الهدف راح يكون متعلق بانه انا اقدر اضيف على هذول الشهادات من 6 لـ 8 شهادات خلال 2021، وهي الشهادات تكون متعلقه اما بالمجال الاكاديمي تبعي او بالمجال العملي تبعي او على المستوى الشخصي او المادي او الاجتماعي. المهم انه الشهاده يكون في لها فائده او كانت فائده بسيطه، بس ما تكون شهاده تافهه وما لها اي ادنى داعي. فالهدف انه نقدر نضيف 6 لـ 8 شهادات على هذا الجدار، ونشوف ليتر اون خلال السنوات القادمه ان شاء الله قديش بنقدر نعبي هذا الجدار. الشهاده راح اطبعها على A5 او على A4 ونشوف قديش بنقدر نعبي هذا الجدار، فان شاء الله خير. الهدف السادس ان شاء الله ما يطلع اكثر من 10 اهداف لانه مقدار غير 4 اصابع. الهدف السادس في 2021 هو هدف انا فكرت فيه في 2020 اوريدي بلشت فيه، هو هدف ان شاء الله انه راح يكون هدف خرافي 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 مليون، اني انا راح ابلش سلسله اسمها 101 things. هاي السلسله اما تكون كتب او كتيبات او فيديوهات على اليوتيوب او السوشيال ميديا
كل سلسله بدها تكون فيها 101 things. يعني هيك بلش الاسم اوكي 101 things 101 whatever 101 whatever. وفعليا انا بلشت هذا الموضوع واول كتاب او كتيب عملته ان شاء الله انه ينجح ويكون اشي مرتب سميته 101 things I learned in the pandemic year 2020. 101 شيء انا تعلمتهم في سنة الجائحة 2020 وتعلمتهم في مختلف المجالات. ف لازم تشوفوه لازم تقرأوه لازم تعطوني رأيكم يعني من الآخر يعني عشان رأيكم ما كتبتوش على الفاضي يعني. وأخذني سنة كاملة عشان نشوف إحنا خلال السنة الكاملة إيش الأشياء اللي قدرنا نتعلمها في سنة الجائحة 2020 اللي الكل سوري بالكلمة أكل زفت فيها. هلا هذا الكتاب صار موجود على الموقع تبعنا www.gsobuy.com/books. بحط لكم إياه في description box وبحط لكم اياه على الفيديو راح يبين هي هون هاد شايفه هاد اللينك هون يا رب ينحط بشكل صحيح www.gsobuy.com/books متوفر لك اما انك انت تقراه على الويب سايت او انك انت تنزل نسخه الكترونيه وتقراها او انك انت تطلب هارد كوبي هون على ترستيج ان شاء الله بطبعهم وبنوزعهم. فهدول الثري فيرجنز صاروا أبيلة. أول كتاب أو كتيب خلينا نسميه عشان ما نسميه كتاب عشان ما بدنا نحرج الموضوع بعمله صار موجود وجاهز واللي بجمع فيه أكثر 101 things أو شيء مهمين بالنسبة لي شفتهم تعلمتهم في سنة الكورونا لل 2020. طيب خلصنا عملت هذا الكتاب شو بدك تسوي بعده؟ الكتاب الثاني بعده أوريدي بلشت فيه وبرضه راح اسميه كتيب ما راح اسميه كتاب وان شاء الله انه يكون مفيد واللي سميته 101 do and don'ts for a better you 101 things او لا مش things 101 do and don'ts for a better you اللي هم 101 شيء اذا عملتهم definitely انت حتصير شخص احسن من الاخر مش بس شخص احسن على المستوى النفسي او على المستوى الشخصي ممكن شغلك اكيد راح يصير احسن ممكن دخلك راح يصير احسن ممكن تعاملك مع الناس راح يصير احسن ممكن انت تعاملك مع نفسك ممكن يصير احسن وبلا بلا 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 الى اخره من صراحه الخبره العمليه تبعتي في الحياه يعني ما بتفلسف فيه وبحاول انه يكون في اشياء ليترالي مفيده انه اذا الواحد اطوالوا عليها يقدر يستفيد منها ان شاء الله ما يخلص بحكي لكم عنها. هلا مرتبط بهذا الهدف في 2021 بصراحه فكرت بسلسله فيديوهات راح تكون ان شاء الله عندي على اليوتيوب شانل اللي متخيل انها راح تكون مفيده مليون يعني مفيده مش مليون مفيده 100 مليون مليار مفيده قد ما بدك وسميتها 101 things I learned from TED talks او from TEDx او TEDx talks او from TED videos سميها زي ما بدك لسه ما حطيت الاسم بس في هذه السلسله راح يكون عن جد الأشياء المفيدة من فيديوهات التيد أو من التيد توكس اللي أنا بحضرهم طبعاً في كتير منهم فيديوهات يعني عادي حكي عادي أوكي هو حكي مؤثر بس ما ملوش أي أدنى فائدة بالنسبة لي على المستوى الشخصي أنا راح أصفي هاي الفيديوهات راح أبلش في أكثر فيديوهات عليها عدد مشاهدات يعني امبارح I think حضرت واحد منهم كان 32 مليون مشاهدة والناس كلها مبسوطة منه أوكي مفيد بس مش لهالدرجة فخلينا نشوف شو اللي ممكن نستفيده من هاي السلسلة أنا بتخيل أنها راح تكون سلسلة مفيدة مليون فاعمل سبسكرايب عشان تقدر تتابع معي وتحكي لي رأيك بهاي الشغلات ونتناقش في هذا الموضوع صراحة جدا مهم ونربط هدف تاني بهذا الهدف إنه في 2021 خلينا نعدي 10,000 مشترك على التشانل إن شاء الله بهمتكم وإن شاء الله بالفيديوهات اللي بنعملها. طولنا كتير على هدف السادس بس لأنه صراحة هدف جدا 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 مهم بالنسبة لي سو حكينا عن ثلاث شغلات 101 things I learned in the pandemic year و 101 do and don'ts for a better you و 101 things I learned from TED talks هدول خلال 2021. هلا الهدف السابع هو هدف عملي بحت وهدف مادي بحت لكنه هدف مهم جدا 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 قد الكوكب وهو انه ب 2021 ندخل حجم مشاريع يساوي 1.5 من حجم المشاريع وقيمتها اللي دخلناها على الشركة في 2020 That means انه في اول 6 شهور من 2021 لازم ندخل 0.75 minimum على الشركة وفي النص الثاني من 2021 انه ندخل 0.75 التانيين بحد ادنى وان شاء الله انه ربنا يوفقنا في هذا المجال فدعواتكم.
أما الهدف الثامن في هاي السنة الجديدة اللي راح ندخل عليها إن شاء الله هو مرتبط ب www.gsubai.com اللي عم تشوفوه هون. هذا موقع إلكتروني أنا عامله، هو موقع بيع إلكتروني، والهدف اللي راح يكون متعلق بهذا الويب سايت إنه حجم المبيعات على هذا الويب سايت يصير يساوي على الأقل تكاليف هذا الويب سايت السنوية. فهذا الهدف ممتد على مدى 2021 إن شاء الله. وبما إنه هذا مش هدف سهل تحقيقه، لأنه الويب سايت صراحة طلع بده كثير شغل، جنرال كلمة ويب سايت أو إنك تبيع أونلاين طلع بده كثير شغل، فإن شاء الله بهمتنا وهمتكم وبدعواتكم وبتوفيق من رب العالمين إن شاء الله إن نوصل لهذا الهدف في نهاية 2021. لهون خلصوا الأهداف اللي بدي أحكيهم عن 2021، يعني بكفي تبع الأهداف، وإن شاء الله ربنا وفقنا في إنه إحنا نحقق أو وفقنا بإننا نحقق هذه الأهداف بالتوفيق من رب العالمين إن شاء الله. ثم دعواتكم اللي بدي أحكيه في نهاية الفيديو إنه شو ما كانت الظروف، شو ما كانت الأحوال اللي حواليك، شو ما كان وضعك النفسي أو المادي أو الاقتصادي أو whatsoever، ما تخلي هاي الظروف الصعبة اللي أنت عم تمر فيها توقف بينك وبين تحقيق أهدافك. بعرف الحكي it sounds كثير theoretical وايديال مش كثير نظري، بس literally هو إشي يعني صراحة مفيد على المستوى العملي. ما تخليها توقف بين إنك أنت تحط at least لست بقى أهدافك، أو على الأقل تفكر فيها وأكيد تسعى إنك أنت تحقق هاي الأهداف وتطور منها وتطور من نفسك وتطور من الوضع الزفت سوري بالكلمة اللي نحنا كلنا عم نتعرض. والأهم من هيك إذا بترجع شوي في الفيديو تحضر الأشياء اللي أنا حكيتها، لما تيجي تحط أهدافك حاول إنها تتسم بأربعة صفات. الأولى إنها تكون أهداف واقعية 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 على الآخر، يعني مرتبطة بالأشياء اللي أنت بتعملها. الثانية واقعية ومرتبطة بالأشياء اللي أنت بتعملها يعني وتشتغل عليها. الثانية قابلة للتحقيق أو التطبيق، قابلة للتطبيق. الثالثة قابلة للقياس، إنه إن عملت ولا ما عملت، إنه يكون في إشي ريفرنس لإلها. الريفرنس راح يكون أكيد إنه المدة الزمنية تكون مرتبطة بمدة زمنية أنت راح تحقق فيها هاي الأهداف وتطبقها، ترجع تقيس هل هي تم تطبيقها ولا لا ريليتد للريفرنس اللي أنت حاطه لحالك. هذول أربع صفات بتخيل إنهم صفات مهمة كثير في أي لست أهداف أنت ممكن تحطها لحالك. ومن هون إن شاء الله لحتى نحقق هاي الأهداف ونرجع نقيسها نربطها بريفرنس ونشوفها تحققت ولا لا في المدة الزمنية المطلوبة، ضلوا بخير بود وبسلامة. لا تنسوا تمروا على الويب سايت www.gsubai.com، اشتروا منه اللي بدكم إياه إذا في إشي بدكم إياه أو إذا في إشي بيعجبكم أو حكولي إذا في ملاحظات إنه ممكن نحسن هذا الويب سايت، أو ادخلوا على هذا الويب سايت أيوه هون محطوط www.gsubai.com/books وخذوا نسختهم من الكتاب او اقرأوها اونلاين عشان ضروري تحكوا لي رايكم فيها عشان احسنها والكتاب اللي بعده ان شاء الله يكون احسن وافضل واقرب لإلي واقرب لكم وللاشياء اللي ليترالي ممكن تكون مفيده وملهمه وتحسن من اما طريقه تفكيرنا او الوضع اللي احنا نشتغل فيه. من هون لهذيك الفتره سلام.